بعد ما عملنا فيديو خطوة بخطوة التسجيل في الهجرة العشوائية لامريكا 2021، في كتير من الناس بعتولي عايزين يعرفوا يعملوا الصورة ازاي، يعدلوها سواء على الكمبيوتر او الموبايل عشان يقدر يرفعها على الموقع وما يبقاش فيها مشاكل، وان شاء الله بإذن الله التوفيق للجميع وتتقبل الصورة. ده موضوع فيديو النهاردة، لو انت مهتم بالموضوع خليك معي. طيب مبدئيا دلوقتي انت لما بتيجي تدخل على الموقع المفروض ان انت معاك الصورة. هنشوف احد الصور اللي موجودة معايا دلوقتي. لازم الصورة بتاعتك تبقى موجودة بالشكل ده، يعني الوجه كله بيقع في الدايرة دي، الوجه بيبقى موجود في الدايرة دي وباقي الوجه بيبقى موجود بالشكل ده والكتفين كده، فالصورة لازم تكون موجودة بالشكل ده. طيب لو انت ما عندكش صورة هتعمل ايه؟ صعب ان انت تصورها بنفسك، هتروح لأي استوديو تسأله تقول له انا عايز بتعرف تصور صورة تأشيرة امريكا للهجرة العشوائية، هم عارفين هيعملوها ازاي ومقاس الصورة ازاي. المفروض ان ريزوليوشن الصورة لا يقل عن 600x600 وده الريزوليوشن الافضل، وبتكون مربعة ما بتكونش طويلة زي الصور العادية اللي ساعات بنتصورها. طيب انت دلوقتي لو عندك صورة خدتها فعلا وعايز تتأكد ان الصورة دي صحيحة تعمل ايه؟ نشوف الصورة دي الريزوليوشن بتاعها كام. الصورة دي لو عملنا رايت كليك عليها وبروبرتيز هنلاقي ان الصورة دي تقريبا 267x273، يعني ما تنفعش ان احنا نشتغل عليها. طيب لو انت عايز تعدلها، طبعا المفروض ان الصورة اللي انت هتجيبها تكون اعلى من كده بكتير، لكن انا عشان واخدها من الانترنت الصورة بالشكل ده، فهنوريكم دلوقتي على الكمبيوتر بتعمل عليها رايت كليك وبعد كده بتفتحها عن طريق البينت برنامج الرسام العادي، وبعد كده بتضغط على ريسايز وتعلم على بيكسل وتحط هنا 600، وبعد كده تشيل البرسنتج من هنا اللي هي الاسبيكت ريشيو وتحط 600، تضغط اوكي هتبقى تقريبا معقولة معاك، تضغط سيف خلاص كده هي بقت 600x600. فالصورة دي بتفتح دلوقتي الموقع بتاع الهجرة الامريكية العشوائية هنا اسمه diversity.dvlottery.state.gov، هتلاقوا لينك ان شاء الله موجود في صندوق الوصف، وبعد كده بتضغط على photo examples نماذج الصور، وبعد كده بتبدأ تشوف النماذج الصحيحة، دي صورة صح صح كل الصور دي مظبوطة واكسبتابل، الصورة دي فيها ظل ما تنفعش، الصورة دي صحيحة، الصورة دي فيها نسبة بلو كتير قوي لون ازرق كتير، الصورة دي مطفية خالص، الصورة دي صحيحة. فلازم الصورة بتاعتك تكون حاجة بالشكل ده واضحة والإضاءة فيها كويسة. طيب دلوقتي احنا فتحنا الموقع عايزين نختبر الصورة اللي موجودة معانا، بنضغط على فوتو تول، بيفتح معاك الفوتو تول دي ما بتفتحش بس الا على الايدج او الانترنت اكسبلورر، لو عندك جوجل كروم او اوبرا او الكلام ده مش هتشتغل. بتضغط ضغطتين هنا وبعدين بتضغط على allow once عشان هي بتشتغل بالفلاش، فانت محتاج ان انت تشغل الفلاش. دلوقتي جاب لك الصورة اللي احنا كنا شفناها في اول الفيديو هنا، فانت تقدر تضغط على choose photo اختار الصورة، وبعد كده تشوف الصورة موجودة فين على الديسكتوب. طبعا الصورة دي موجودة PNG، ما تنفعش الصورة تكون PNG، وكويس ان انا ايه بالخطأ عملتها PNG، ده امتداد اسمه PNG، بتغير الامتداد ده تاني بالبينت وتعمل save as وبعدين تختار من هنا JPG او JPEG مفيش مشكلة بيقبل الاثنين، تضغط على اوكي كده خلاص الصورة بقت موجودة معنا. لو جينا تاني على الديسكتوب، طيب بقت موجودة معنا هي JPG، نسحب الصورة دي كده ونروح هنا، طبعا ما ينفعش نحطها هنا لازم نضغط على choose photo الاول، تمام، وبعد كده بنروح على الديسكتوب مكان الصورة، وبعد كده نضغط عليها تفتح معنا بالشكل ده. المفروض ان انت تعمل سايزنج للصورة، تصغرها بحيث انها تبقى موجودة بالشكل ده كده لحد ما توصل الصورة تبقى كده، كده انت المقاس بتاع الصورة بتاعك صح. تضغط على كروب فوتو
كده خلاص الصورة بقت مقبولة بتاعتك، وتقدر ان انت سيف فوتو تاخد الصورة تحفظها عندك على سطح المكتب واصبحت دي الصورة المظبوطة بتاعتك. طيب انا لو مش معايا كمبيوتر وعندي موبايل فقط ومش عارف اعمل ايه، برضو منسيتش الموضوع ده، هجيب لكم جايب لكم موقع هنا اسمه upload image، هنا اسمه resize image، ده مجاني. بتضغط على upload image، ترفع الصورة اللي موجودة معاك، وبعد كده تروح على الصورة جي بي جي. طبعا انت لو محتاج تعمل لها سايز خلونا ناخد اي واحدة منهم. طبعا هو بيقول لك المقاس بتاعها كم، فتح الصورة وقال لنا ان مقاسها 600 × 600. طيب لو مش المقاس ده المظبوط بتاعنا بنعمل ايه؟ بنبدأ نغير في المقاس ده. لو مثلا احنا عايزين 1200 × 1200، نغير المقاس ده ونختار سواء PNG ولا JPG. طبعا احنا عايزينها JPG عشان ده الاكستنشن اللي بينفع. وبعد كده لو انت عايز تضغط الصورة او ما تضغطهاش، الكلام ده مش لا يعنينا دلوقتي. طبعا انت لو ضغطت هنا داونلود ده عبارة عن اعلان، فهيوديك في حتة تانية. طبعا الموقع بيكسب بس من الاعلانات، فهو محتاج يعمل ده. احنا بعد ما خلصنا press the resize image button to crop، ماشي، نضغط على resize هنا، خلصنا. بعد كده download image، نزل لنا الصورة. طبعا الكلام ده ينفع تعمله على الكمبيوتر او على الموبايل، عشان كده انا بقولك لو انت عندك، انت بتشتغل من الموبايل، تقدر ان انت تعمل نفس الموضوع. ويعني يفضل يكون اندرويد، لان هو الاندرويد اللي هيشتغل بشكل صحيح في الموضوع ده. الصورة بتاعتنا بقت 1200 × 1200. يفضل ان المقاس يكون 600 × 600، تمام. ولازم يكون معاك صور ليك وصور لاولادك لو انت هتقدم ليك ولاولادك ولزوجتك طبعا. ودي الطريقة الصحيحة اللي تقدر تظبط بيها الصورة. طبعا في طرق تانية عن طريق الفوتوشوب، لكن الناس مش كل الناس تعرف الفوتوشوب، فمش هنتطرق للموضوع ده. شكرا لمتابعتكم الفيديو، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد مع تايم سيفينج. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.